مشاهدينا أسعد الله صباحكم، أهلا بكم من جديد في موجز جديد من تلفزيون اليوم السابع لأهم وآخر أخبار الخدمات حتى الساعة وإلى التفاصيل. يغلق موقع التنسيق الإلكتروني مساء اليوم باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالكليات والجامعات لسنة 2020-2021، وذلك وفقا للجدول الزمني المعلن، وفتح باب التسجيل يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر وعلى مدار 5 أيام ليغلق يوم السبت 5 سبتمبر. ومن المقرر أن يستمر موقع التنسيق في إتاحة تعديل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية للتنسيق وحتى الساعة 7 من مساء اليوم. أعلن الدكتور طارق الشوقي وزير التربية والتعليم إقامة مؤتمر صحفي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بحضور وزير الصحة حول الإجراءات الكاملة بخصوص عودة الدراسة. كما أوضح الوزير في تصريحات إعلامية أن المؤتمر سيعلن عن مصادر التعليم الخاصة بمن يمتلك الإنترنت ومن لا يمتلك الإنترنت، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في 17 من أكتوبر، وما يتم التحدث فيه سيكون حول ملامح العام الدراسي الجديد. تواصل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر سبتمبر غدا الأحد، وذلك لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020. وكذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات من خلال 10,000 ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا. تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال قائدي السيارات لتركيب الملصق الإلكتروني للمركبات بعد تحديد مهلة زمنية تنتهي في 20 من شهر أكتوبر المقبل لتركيب الملصق. وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور، موضحة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين عقب انتهاء المهلة، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة. أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم إصدار بيان تعريفي بقانون التصالح وخطواته في كل المراكز التكنولوجية وعبر الصفحات الرسمية، موضحا أن وزارة الإسكان أصدرت بيانا مفصلا بكافة الخطوات والشروط الخاصة بالتصالح. وأكد شعراوي في تصريحات إعلامية أنه تم مد فترة إجراءات التصالح أكثر من مرة، وذلك بهدف منع التزاحم وليس التراخي، ولا يوجد مد آخر للتصالح، وأن الفترة النهائية هي 30 من سبتمبر الجاري. أكدت مصادر مصرفية لليوم السابع أن البنوك ستبدأ خصم أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر بدءا من منتصف شهر سبتمبر الجاري، وسيتم تنفيذ القرار بعد انتهاء فترة مبادرة تأجيل الاستحقاقات التي كان قد أطلقها البنك المركزي المصري في منتصف شهر مارس الماضي في إطار إجراءات تخفيف أثر تداعيات فيروس كورونا. ونختتم الموجز مشاهدينا بأخبار الطقس، حيث يشهد اليوم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة شمال البلاد، ويشهد الصعيد طقسا شديد الحرارة نهارا. أما ليلا فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري وعلى شمال وجنوب الصعيد. أما بالنسبة لدرجات الحرارة في القاهرة فالعظمى 37 والصغرى 25، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25، أما عن أسوان فالعظمى 45 والصغرى 29. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية موجز أخبار الخدمات من تلفزيون اليوم السابع، عده لحضراتكم محمد الحناوي، وقدمته لكم سمر الظهيري. شكرا لكم.